الاجتماع ديال المجلس الوطني كان اجتماع جد مهم، لانه مرحله اللي دزنا فيها واحد العدد ديال المراحل كانت مناسبه للتقييم ديال هذه المراحل. بينات بانه الحمد لله كاينه واحد الديناميه وكاين واحد العمل واحد الاشتغال مع المواطنين والقرب من المواطنين وكذلك مع المناضلين والمناضلات، يعني في جميع المناطق وفي جميع الجهات. كما قلت اليوم في الاجتماع من نهار اللي خدينا المسؤوليه دابا تقريبا عملنا يعني الجهات ب 12 جوج المرات، يعني 24 دوره اللي عملنا في جميع المناطق، وكلها كانت يعني نقاشات وحوار مع المواطنين وكذلك مناسبه باش يتعاملوا كذلك المكاتب السياسيه يعني خارج يعني المقر وبالقرب بالمواطن. المناضلين والمناضلات والاخوه اللي كانوا الاخوات اللي حاضرين معنا بينوا بانهم مستعدين باش يدخلوا هذه المرحله الجديده ديال 2019 اللي عندنا فيها برنامج جد مهم للالتقاء ديال النساء وديال الشباب وديال المهندسين وكذلك يعني المنتخبين ديالنا، واللي غادي نتحاوروا معاهم وغادي نوجدوا باش ان شاء الله في اخر 2019 تكون جميع التنظيمات ديالنا متكامله منسجمه لندخل مراحل اخرى اللي كتهم عدد من النشاطات السياسيه. اش غنقول لك؟ يعني بحقيقه ما كاين جواب، لانه حنا كنشتغلوا اللي كيهمنا هو المواطن، عندنا مسؤوليه. زعما كل واحد من حقه يقول الكلام اللي بغى، ولكن داكشي لا يهمنا، حنا كيهمنا هو الاشتغال والعمل والمعقول ونزيدوا في اغراس اغراس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.